شاي من فضلك يا فخي. خيرا ان شاء الله. هل تشعر بألم؟ لا ابدا يا فخري، انما بالصداع وبقليل من التعب. انت ترهق نفسك بكثرة العمل. وماذا افعل يا صديقي اذا كان العمل يتطلب ذلك؟ لابد ان اشتغل والا تعطل العمل. فليتعطل قبل ان يتعطل جسمك، فلا تعود تقوى على انجاز حتى القليل من عملك. انا كنت في مثل وضعك. أتعرف ماذا فعلت؟ أخذت إجازة قصيرة. أتعرف ماذا تفعل الإجازة بعد كل عمل؟ في الحقيقة لا أعرف. أنا سأقول لك. أولاً تطرد عنك التعب، ثانيا تعيد التوازن النفسي والصحي لجسمك، ثالثا تجعلك تفكر بكل ما تفعله بهدوء، ثم تجعلك تعود إلى العمل بإرادة قوية. هذه أمنيتي يا سيدي. تصور، منذ 3 ليالي لم أشاهد ابنتي الصغيرة. أخرج في الصباح الباكر وهي نائمة، وأعود في المساء وهي نائمة كذلك. أبي رحمة الله عليه كان دائما يقول لي: من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. يدفع حب العمل بعض الأشخاص إلى الانغماس فيه بحيث لا يتركون فرصة من الراحة لأجسامهم، فالجسم يحتاج إلى راحة بعد كل جهد، وطاقة الجسم مهما بدت همة الإنسان عالية فهي طاقة محدودة على مدار اليوم أو على مدار السنين، ويوم من العمل المتواصل لا بد أن يكون فيه وقت للراحة والاسترخاء. وينصح الأطباء بعدم مواصلة العمل طوال العام دون أن تستمتع بالإجازة السنوية لتنعم فيها بالراحة، فالعمل المتواصل يعتبر عبئا ثقيلا على القلب، وتحتاج أجهزة الجسم وبالأخص المخ إلى المزيد من الطاقة. وهم لا ينصحون إطلاقاً الشخص الذي لم ينهي أعماله خلال الأسبوع بأن يؤديها في عطلة نهاية الأسبوع، فهذه العطلة هي فرصة لا تعوض للجسم لينال قسطاً من الراحة بعد أسبوع حافل بالعمل، وهي فرصة للنزهة أو قضاء هذا النهار مع العائلة، فيكون لذلك فائدتان: رياضة للجسم وفرصة لتوثيق الروابط الأسرية والاجتماعية. مرحبا سميرة. أهلا بخالي العزيز. جئت ورافقك إلى البيت، أخوك جمال مشغول. لحظات وأكون مستعدة للخروج. هيا، لقد عملتي ما فيه الكفاية، هيا ارتاحي. نظارة جديدة، مبارك. أتعرفين ماذا قال لي طبيب العيون؟ ماذا قال؟ قال لي: مبارك، أنت اكتهلت وأنت الآن محتاج إلى نظارتين، واحدة لنظارة القديمة والثانية للقراءة. كان الطبيب يداعبك حتما. لقد ألمتني جملة أنت اكتهلت. ربما كان يقصد أنك وصلت إلى سن الحكمة والنضج. لا لا، شعرت وكأنه نبهني إلى الشيخوخة. لا، أنت شيخ الشباب يا خال، ولا تعرف من الشيخوخة غير مظاهرها الخارجية. كثير من الشباب يحسدونك على نشاطك وهمتك. كلنا نصل إلى الشيخوخة يوما يا سميرة، ولكن بعض الناس يعجلون قدومها.
بالإرهاق والتوتر وقلة الراحة والقلق. صدقت. هيا أوقف العمل وهيا معي، فقد حان وقت الغداء. هيا. الشيخوخة مرحلة من مراحل العمر التي يمر فيها كل إنسان، وهي في حد ذاتها ليست مرضا، وإنما هي مرحلة من مراحل العمر. وعادة ينتشر بين المواطنين أن الرجل أو المرأة المسنة يجب أن تلتزم الفراش وتقلل من الحركة، ويعتقدون أن ذلك سيساعدها على عدم تعرضها للأمراض، وهذه نظرة خاطئة. فيجب على المسن الحركة المستمرة كالمشي مثلا أو السباحة إن أمكن ذلك، ويستحسن بعض الحركات الرياضية. وبالنسبة للمسلم في بلادنا العربية والإسلامية، فهناك الصلاة تلك التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وأعتبر أن الصلاة وحركة الصلاة والمشي من البيت إلى المسجد في هذا السن مهمة جدا. ولكن بالنسبة للنساء قد لا تكون متوفرة، ولهذا يجب على المرأة بالنسبة للمشي أن تمشي في داخل بيتها، وألا تقلل من الحركة. وعدم الحركة عادة يؤدي إلى تصلب في المفاصل، وبالتالي يصعب على الإنسان الحركة. وأيضا عدم الحركة لربما تؤدي إلى تخثر الدم في بعض الشرايين، مما قد يؤدي إلى بعض الأمراض التي تؤدي إلى بحياة الإنسان. وعموما أنصح في النهاية كل المسنين بألا يعتقدوا أن الحركة مضرة بهم، وأن يقوموا بكل ما يمكن أن يقوم به الإنسان طالما أنهم يستطيعون ذلك. هذه لمن؟ لي طبعا. قررت أن أبدأ منهجا رياضيا منتظما. منتظما يعني ستغير عادتك وتنهض مبكرا كل صباح؟ طبعا طبعا. وستلبس هذه الملابس وتخرج تهرول في الشارع؟ طبعا طبعا. وأكلاتك الدسمة المحببة ستقلل من طلباتك منها؟ هذا مؤكد يا عزيزتي. انظري، هذه الورقة تحوي منهجا رياضيا وغذائيا منتظما. شاركني معك، فأنا أيضا أريد أن أكون رشيقة. حسنا. تزداد رغبة الناس في ممارسة الرياضة في أوقات الفراغ والعطل، وبخاصة بين الذين يمضون جل أوقاتهم وراء مكاتبهم ولا يتنقلون إلا في سياراتهم. ومما يزيد عندهم هذه الرغبة تلك النصائح التي يسمعونها من مصادر عديدة عن فوائد الرياضة، أو عندما يسمعون أن بعض معارفهم يزاولون الرياضة. وهناك فرق بين النشاطات الرياضية التي يمارسها الرياضيون المحترفون أو المنتسبون للنوادي، وبين الرياضة التي يمكن أن يمارسها الناس العاديون كنوع من الحركة والنشاط الضروري. لذا فإن الاندفاع العشوائي لممارسات الرياضة العنيفة أو تقليد الرياضيين المحترفين لن يأتي بفوائده المرجوة. إن مرونة أجسام هؤلاء الرياضيين ومهارتهم لم تأتي إلا عن طريق الممارسة المستمرة والتمارين الدائمة. ولكي تصبح الرياضة المختارة نافعة حقا، ينبغي الالتزام بقواعد صحية رئيسية في ممارستها، وأهمها التدرج في الممارسة إن كانت بصورة فردية ووفق برنامج مدروس. ومن الأفضل بالنسبة للإنسان العادي أن يمارس تلك الرياضة التي يستطيع أن يقوم بها دائما دون تعقيدات، وأن يستطيع المحافظة عليها كالركض مثلا أو المشي. وتتيح لنا الرحلات الجماعية إلى الحدائق العامة والبراري فرصة جيدة للحركة أثناء اللعب مع الصغار والكبار.
إن أبسط أنواع الرياضة بصورة منتظمة خير من التوقف عن الرياضة بحجة عدم وجود فرصة لذلك. خصص ولو أقل الأوقات للرياضة، ولو بضع دقائق يوميا حتى وإن كان داخل المنزل. نعم، وبماذا تشعر أيضا؟ بصراحة دكتور أشعر بالتعب. الإرهاق وعدم النوم حالة تؤدي بالجسم إلى التعب. في الحقيقة منذ أسبوع وأنا أمارس الهرولة أعتقد لن أتعود فأصابني التعب. هل الرياضة جديدة عليك؟ لي صديق أقنعني بأن أمارس الرياضة معه. فأردت مجارته في كل شيء، هو المتمرن وأنت المستجد. كان عليك يا أخي أن تبدأ بأشياء بسيطة تناسب جسدك. في الحقيقة هو أقنعني بذلك، ولكن ربما الغرور هو الذي دفعني للمبالغة والتظاهر. دكتور بعد 50 لا تجوز الرياضة. من قال لك إن الرياضة لا تصلح لمن هم في هذه الأعمار؟ دكتور بعد ما شاب راح للكتاب. كل الآراء الطبية تجمع على أن الإنسان يستطيع أن يمارس الرياضة في أي سن كان، حتى في سن 60. حتى في سن 60، ولكن بشرط عليه أن يمارس الرياضة بحذر وليس باندفاع شديد كما فعلت أنت. المهم ممارسة الرياضة يوميا بتمارين بسيطة وعدم التوقف. المهم في الرياضة أن يعرف كيف يستغل الإنسان الرياضة المناسبة لجسمه ولسنه، ولكل عمر له رياضة خاصة ولكل جسم له رياضة معينة. فيجب إذن على الإنسان أن يختار الرياضة المناسبة لسنه ولجسمه. وأنواع الرياضة، فهناك رياضة خفيفة وهناك رياضة عنيفة. ونتكلم هنا عن الرياضة العنيفة وما الذي يحدث عندما يتركها الإنسان فجأة. الرياضة العنيفة في البداية تبدأ عندما يمارس الإنسان بتكوين عضلات بنية الجسم، وهذه تحتاج إلى طاقة كبيرة معينة ويستمد الإنسان من الغداء. فعندما يتركها الإنسان الرياضة العنيفة الطاقة التي كان يستخدمها في الرياضة العنيفة
تبدأ تتحول إلى دهنيات ونشويات وتتراكم في جسمي. وبعد أن كان ذو عضلات ضخمة صحية تبدأ علامات الترهل في العضلات هذه، وبعد فترة تبدأ أيضا العضلات تفقد مرونتها وقوتها، وذلك لانقطاع الفجائي وعدم مواصلة التمارين. والقلب في أثناء التمارين الرياضية العنيفة يبدأ أن يحدث هناك تضخم طبيعي فيسيولوجي أو نمو عضلات القلب لإعطاء الدورة الدموية الكافية في أثناء الرياضة العنيفة. فعند التوقف الفجائي للرياضة تبدأ العضلات بعد فترة في التراخي وعدم انضباطها في العمل كما كانت في السابق، وهنا لا قدر الله تحدث ما يسمى بالهبوط للقلب وعدم اتزان في العضلات. ومن ناحية أخرى بعد أن تبدأ الترهل وعلامات السمنة يبدأ الكوليسترول زيادته في الدم، وهذا ما يولد أيضا إلى بعض ما يسمى بالأثيروسكلوزيس وهو تصلب الشرايين، قد يولد أيضا هذا إلى قصور في الدورة التاجية للقلب. على كل فالرياضة هي مهمة للإنسان عندما يعرف كيف يستغل الرياضة المناسبة لسنه ولجسمه. فللأطفال هناك تمارين خفيفة رياضية تساعدهم لنمو أجسامهم وصحة عقولهم، وللشباب هناك رياضات معينة لاستخدامها أيضا لإعطائهم الطاقة والحيوية والبنية الصحيحة. ولا ننسى الشيوخ أيضا بأن يمارسوا الرياضة، فالرياضة مهمة مهما كانت لإعطاء الحيوية للكبار. فالرياضة مهمة مهما كانت، ولكن يجب أن نقول مرة أخرى بأن يعرف كيف يستغل الإنسان باختيار الرياضة المناسبة لسني ولجسمي. أرجوك متى يأتي دوري؟ أنت الرابعة، واحدة قبلك فقط. تعبة، أهلو تدرين كم أبذلوا من جهد، البيت وأربعة أطفال ومشاكل الحياة وأوجاع المرض. ربما تكون أوجاعك بسبب التعب، لو نظمت وقتك ومارست بعض الحركات الرياضية المفيدة لشعرت بتحسن. الرياضة للرجل وليس للمرأة، أين تمارس المرأة رياضتها؟ أينما تكون، في النادي، في البيت، في النسهة، في البر، وسترين أن كثيرا من أوجاعك تخف. يكفيني العمل المنزلي، فإنني من خلاله أمارس الرياضة. العمل المنزلي لا يعوض الرياضة، مهما تحرك الإنسان في أثناء عمله فهو لا يعوض الحركات الرياضية الكفيلة بتنشيط الجسم. تحتاج المرأة لممارسة الرياضة والحركة البدنية شأنها شأن الرجل، ومن الخطأ اعتبار الرياضة نشاطا يقتصر على الرجل، ومنع الفتاة أو عدم تشجيعها على الرياضة أو إعفاؤها من حصص الرياضة البدنية في المدرسة. إن التمارين الرياضية مفيدة جدا للمرأة، فهي تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين لأنسجة الجسم المرهقة جراء العمل أو المجهود المنزلي. وأهم ما يهم المرأة نفسيا وصحيا قوامها الجميل، والرياضة تحافظ على هذا القوام وتنفع كثيرا في إزالة البدانة بدلا من استعمال عقاقير النحافة المضرة. والرياضة تجلب السعادة للمرأة والراحة بعد مجهود منزلي مضن، فهي تطلق الضغط المتراكم الذي ترزح تحته. والتمارين الرياضية من لزوميات الحياة للأم الدائبة العمل، للأم المؤرقة، للأم الضجرة، فهي تعيد إليها التوازن الجسمي والنفسي وتنظم وظائف أعضائها وتشعرها بالحيوية. ساعة واحدة من الرياضة تكفي. مارسوا الرياضة الممكنة التي تستطيعون مواصلتها خارج أو داخل المنزل. لا تعودوا أجسامكم على الكسل والتراخي والترهل. سلامتك.
سلامة. ما أسعدك تبدو بروح